واش التراري كما كنعرفوا كاملين، فالراجا قررت انها تنفصل عن المدرب ديالها المدرب تونسي الشابي، وتعاقدات مع المدرب البلجيكي في الموس لمده عامين، اجر شهري ديال 40 مليون سنتيم، وبالتالي غيكون اغلى مدرب داخل الدوري المغربي الممتاز. نرجعوا للشابي، الشابي لعب 42 ماتش مع فريق الرجاء الرياضي، ربح في 25 منهم وتعادل في 12 وخسر فقط في 5 المباريات. الشابي دا جوج الالقاب مع فريق الرجاء الرياضي، كاس الكونفدراليه الافريقيه وكوب ضرب. الشابي جرتا ما تسرقش لهذا الانفصال هذا مع فريق الرجاء الرياضي، وقال له بانه هو المدرب الوحيد الاجنبي اللي خسر فقط 5 المباريات من 42 ماتش. دراري قولوا لنا الراي ديالكم نتوما، اش بالكم في هذا المدرب هذا؟ واش كان يستحق الاقاله ديالو من فريق الرجاء الرياضي، ولا كان خصو يكمل بحكم ان الرجاء ما دارش انتدابات اللي هي كبيره رغم العائدات الماديه الكبيره اللي حصل عليها العام اللي فات؟